مش ضروري يكون بأرضك أو تتعب حالك لتطلع وتربح. تداولنا اليوم عن الاستثمار بالنفط. أسعار النفط بتأثر على حياتنا اليومية كونه أحد الموارد الرئيسية يلي بتحرك الاقتصاد العالمي. الاستثمار في فكرة جيدة، بس أكيد منك بحاجة لخريطة ورفش لاستخراجه وبيعه، لأنه عندك أسهم شركات النفط وعقود الفروقات عن النفط CFDs وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs وغيرهم للتداول بالنفط وإمكانية جني الأرباح. المعلومة صارت بإيدك، استثمرها. CFI ثبت خطواتك.